واصلت المجموعات المنبثقه عن لجنه صياغه الدستور اجتماعاتها اليوم لمتابعه اعمالها في صياغه الاسس الاقتصاديه ضمن الباب الاول لمواد الدستور. وكانت اللجنه اقرت استكمال الصياغات الاوليه للباب الاول كاملا، والذي يضم الاسس السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والدفاع والامن وشكل الدوله ونظام الحكم، ومن ثم عرض ما تتوصل اليه المجموعات الثلاث المنبثقه عنها من نصوص مرشحة في هذا الجانب في الاجتماعات العامة للجنة الأيام القادمة.